هاي اجراءات مش للحمايه من هجوم المستوطنين، لانه اعتدوا علي تقريبا 4-5 مرات وتم حرق بيتي كمان. فالحريق كان اقوى شيء، يعني غير انه قبل الهجمات اللي بشهر 10 كان زوجتي لحالها، طبعا هذا الباب غيرناه من التكسيرات والحرق والامور هاي، حاولوا يكسروا البيت عليه ويفوتوا عليه. ركبنا الحمايات، حمايات الشبك، وقد ما اقدر امن البيت امنته. من اسبوع بلشنا في السور عشان يمكن ما يقدروش يفوتوا علي. ما في حياة أصلاً، الحياة مغلقة كامل، لا عمل لا تحركات. حتى لو بدك تيجي تطلع الشارع كان وضعك كثير خطر، لو بدك تقطع من شارع لشارع عشان توصل من حوار الشرقية اللي احنا فيها لحوار الغربية، يعني مسافة 20 متر أو 10 متر 15 متر معرض للموت. وغير هيك كان في جروبات على الواتساب إنه كيف حالة الطرق، إنه فاتحة هاي المنطقة عليها جيش مسكرين، فكانت كثير انه تكون مسكره اكثر ما هي فاتحه، واللي انمسك بده يرجع. كوني انا محل بوسط البلد، اول شيء ما بقدر اتاخر في المحل، يعني بحاول انه قبل ما تعتم الدنيا اكون في بيتي. فبدك تحسب حساب انه يعني حاول 4:30 5 اروح. سكروا كل مداخل البلد، تركوا مدخل واحد فقط. كان الشوارع المحلات التجارية كلها مغلقة اللي على الشارع، داخل البلد في بعض المحلات كانت فاتحة. يعني كل بيت كانت يعني قدر الإمكان قدر استطاعته، يعني كان نروح على القرى اللي حوالينا نجيب معلبات، نجيب خضار، نجيب خبز. كان يعني الوضع جدا جدا مأساوي، يعني حوار مدينة أشباح صارت. يعني ما كانوا يخلونا نطلع أصلا حتى يوم الجمعة لما رحنا على المساجد، كان بالصعب إن الواحد لما يوصل المسجد يعني بضل على أعصاب الواحد. نفسي طبعا ما في نفسي، خوف يعني صار لما بسمعوا صوت برا إنه مستوطنين وكذا جوا الدار، صارت محلات نفسية بصراحة يعني.